ستار اكاديمي زاد على حياتي كتير قوي. اول حاجه الانضباط، تاني حاجه ان انا احسب حساب كل حاجه وما اسيبش كل حاجه تعدي كده، وزاد عليا ثقتي في نفسي، يعني كانت بتهتز شويه بس اكتسبتها من ان انا غنيت على مسرح زي مسرح ستار اكاديمي. دي حاجه، ده كان حلمي، يعني انا مش زعلان اني ماشي، انا حققت حلمي ان انا جيت ستار اكاديمي، بس كل زعلي ان انا الناس اللي اتعلقت بيهم، واكيد هنرجع نتقابل واكيد هيبقى في تواصل بينا واكيد هشوفهم تاني. ابتسام دي، ابتسام دي هنا، يعني ابتسام دي اختي، يعني انا ما عنديش اخوات بنات يعني، فربنا ربنا عوضني بيها، ومن اقرب، يعني هي اقرب حد ليه، هي وعبد السلام. يعني النهارده انا فرحت ان عبد السلام رجع بالتصويت، لان هو يستاهل انه يوصل للنهايه ويستاهل انه ياخد اللقب، وعبد السلام وابتسام موجودين في الأكاديمية كأن أنا موجود. تاني يوم دخلنا في تاني أو لا 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 أول يوم، أول يوم دخلنا في الأكاديمية، لما أنا وابتسام فضلنا نضرب بعض بالمخدات، وفي أول سوشيال ميديا بينا لما جالها تعليق اللي هو أنتي ومحمد حسين توم وجيري، دي كانت أكتر حاجات يعني بتخلينا أضحك كده من غير ما أحضر الضحكة. يعني المطبخ المطبخ ده اللي معاه ذكريات، يعني المطبخ والبراد، يعني كنت بايت فيهم، بس اكتر هم اكتر مكانين هشتاق لهم، بس الحمد لله والله ما زعلتش. انا كنت متوقع التصويت، يعني التصويت انا ما كنتش متوقعه، انا في كذا حاجه يعني ما كنتش متوقعها او ما كنتش منتظرها يعني، بس خير يعني الحمد لله. انا بحب كل الناس وماليش ان انا ازعل من حد عشان تصويت، يعني ليه، كل واحد حر. انا لو كنت مكانهم كنت هدي اللي انا مقتنع بيه، علشان خاطر ستار اكاديمي، علشان خاطر اكون موجود هنا خسيت 60 كيلو. هي ممكن الناس بتسمع الرقم تقول ده صعب ومستحيل، انما لو كل واحد فكر بجد ان حطيت هدفك قدامك وقلت انا هعمل كذا علشان هدفي، هتقدر تعمله بكل سهولة. وانا كان هدفي ستار اكاديمي وحققته، ان انا وصلت لستار اكاديمي، ان انا غنيت على مسرح ستار اكاديمي. عشان اولا انا فخور جدا بالتجربه دي، 3 اسابيع لا يمكن ان انا انساهم خالص، كانت احلى لحظات بتمر عليا في الاكاديميه، لما كنت بصحى من النوم على المزيكا الغريبه دي. واتعس لحظه عدت عليا كان اول اعلان نمونيليا، يعني دي كانت أتعس لحظة، مش التاني، الأول كانت أتعس لحظة. أقرب ناس ليا في الأكاديمية والله أنا بحبهم كلهم، بس عبد السلام وابتسام وكنزة، يعني دول أقرب 3 ليا، يعني من مكان إخواتي بعشقهم يعني، وأكيد هنفضل على تواصل. أحسن صف، أكتر صف بحبه المسرح، يعني متعلق جدا بالمسرح وبحب الصف ده جدا، وهو كان أكتر صف بتابعه في على مدار السنين اللي فاتت كلها في ستار اكاديمي. اكيد كل الصفوف لازم كنت استفاد منها وكده، بس انا بقول اكتر حاجه حاببها، ودي تجربه زادت ليا وزادت لشخصيتي وقوتني، عمرها ما تكون ضعفتني، هي قوتني، وان شاء الله اقدر اكمل في تصاعد. ميرسي جدا 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 لكل حد صوت لي، ولكل حد النهارده اقتنع بمحمد حسين، وانا والله ما طلعتش لسه اللي عندي، لسه هتشوفوه. زي ما انتوا كنتوا ورايا وانا في البرنامج، انا واثق ومتاكد ان انتوا هتبقوا ورايا وانا بره البرنامج، ومش هيأس وهفاجئكم.